حول هذا الموضوع نربط الاتصال بمراسلنا سفيان بوعون من ولاية ميلا. أهلا بك سفيان. أهلا زهر. سفيان، هل من جديد في قضية طفل أنيس؟ فعلا ربما شيء مستجد تم على مستوى المستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة، حيث انتهى قبل لحظات رئيس مصلحة الطب الشرعي البروفيسور بن حركات من عملية التشريح الطبي للجثة. طبعا لم تتسرب أي معلومات، فيه تكتم كبير حول العملية الجارية على مستوى المؤسسة الاستشفائية الجامعية بقسنطينة. إلى غاية الآن يبدو أنه لا يزال التحقيق الأمني جاريا، حيث شاهدنا قبل لحظات التحاق من جديد فرقة البحث والتحري على مستوى مسرح الجريمة. لا تزال النقطة التي تم العثور فيها على الجثة مطوقة بالشريط الأمني. الترتيبات الأمنية لا تزال ربما قلت حدة، ولكنها لا تزال على مستوى ذات المنطقة حي الكوف. التقديرات حسب مصادر من العائلة، عائلة بن مرجم، فإنه من غير المستبعد أن تتم عملية الدفن بصفة نهائية للمرحوم رحمه الله وأسكنه في ساحة جنانها المرحوم الطفل بن مرجم أنيس محفوظ. ستتم ربما حسب المعطيات الأولية من العائلة كما أشرت زهر في بعد صلاة العصر من نهار اليوم. إلى ذلك طبعا ننتظر في هذه الأثناء ربما يتم استدعائنا من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة ميلا من أجل عقد ندوة صحفية قصد تنوير الرأي العام بخصوص ما جرى وإعطاء كافة التفاصيل التقنية والخلاصة التي توصلت إليها عملية التشريح. نعم، شكرا لك سفيان بوعون مراسل تلفزيون النهار من ميلا، شكرا جزيلا لك. شكرا.